انطلقت فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نظمها بنك الشفاء المصري بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مستشفى مطروح العام. وتضم القافلة العديد من التخصصات الطبية، حيث من المستهدف توقيع الكشف الطبي على 5000 مواطن بمدينة مرسى مطروح خلال أعمال القافلة الطبية المجانية. في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتقديم الخدمات الإنسانية والصحية للأسر الأكثر احتياجاً، نظم بنك الشفاء المصري بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء، نظم قافلة طبية مجانية بمستشفى مطروح العام لخدمة أهالي المحافظة. تهدف القافلة إلى تقديم الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين في المناطق البعيدة عن المستشفيات، وذلك لتحسين الرعاية الصحية وتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية. إن شاء الله بنخضع تحت مظلة التحالف الوطني. إحنا الحمد لله النهاردة في محافظة مرسى مطروح، مركز مرسى مطروح، جينا إن شاء الله بناء عن تلبية لبنك الشفاء المصري لتقديم خدمة إن شاء الله مجانية لأهالي مطروح. القافلة تضم العديد من التخصصات، منها الباطنة والأطفال والجلدية والعظام والأنف والأذن والنساء والرمد، وذلك بهدف تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، كما يتم صرف العلاج للحالات المرضية بالمجان وإجراء العمليات الجراحية في تلك التخصصات. موجودين في مستشفى مطروح العام استكمالا للقوافل اللي أطلقها بنك الشفاء تحت مظلة التحالف الوطني. كنا نفذنا قوافلتين على مدار يومين في مركز سيوة، يوم رمض ويوم تخصصات شاملة. تم الكشف على حوالي 1300 حالة. نفذنا عمليات مية بيضة في تخصص الرمض، مية بيضة، زفرة، حول، حقن. وعلى مدار يومين تم الكشف على 1300 حالة من أبناء واحة سيوة ضمن أعمال القافلة الطبية. ومن المستهدف الكشف الطبي على 5000 مواطن بمدينة مرسى مطروح. صراحة بسم الله ما شاء الله، أنا أشكر كل الجميع. كشفت على ابني والحمد لله علاج مجاني. الكافلات هي اللي بتيجي هنا بصراحة بعمل طلها بسم الله ما شاء الله حلوة، والدكاترة ممتازين فيها. وهكذا تتواصل جهود التحالف الوطني لتقديم الدعم الطبي والصحي للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية.